اهلا وسهلا بحضرتكم، مساء الفل مره اخرى مع كاتبنا العزيز والصديق الغالي والكاتب يعني النابه. ربنا يخليك استاذ ايمن الصياد. ازيك يا استاذ ايمن؟ عامل ايه في الشتاء وفي الشبوره والحاجات دي كلها؟ الحمد لله بنيجي بالليل عشان نتفادى الشبور. ايوه بس بالظبط كده. بس نعمل ايه في الشبوره دي؟ دي اهم حاجه نحن نتفادى الشبوره. لا ده احنا مش في ناس بره عندها بتعمل حاجات يعني ولا دي مش اختراع مصري؟ بس خلي بالك نعم، لما تكون الشبوره بس هي احوال طقس وتبقى شبوره في الطرق، لكن ما يكونش في شبوره في احوال اخرى، ما انا بكلمك هيقدروا يحلوا، هيقدروا يحلوا مشكله الطرق. لكن لما يكون في حاله ضبابيه في احوال اخرى الناس مش هتبقى عارفه السكه فين. انا بصفتك رجل مش هتبقى عارفه السكه فين، هي دي المشكله بس كده. طيب ما انا بكلمك على دوت. وهيبداوا يحصل ايه بقى؟ ما انت هو ايه الحوادث بتحصل ازاي في الطريق؟ الصور اللي احنا شفناها في الفقره اللي فاتت حاسس بتحصل انه حد يا اما مش شايف كويس، دي نقطه مهمه جدا، ما هو شايف كويس، يا اما ان هو عايز يمشي لوحده فبيعجبوش ان في ناس ماشيه جنبيه فمتصور الطريق ده بتاعه لوحده. لما تصور الطريق بتاعه لوحده يبقى عندك حد مش شايف كويس وحد يتصور انه يملك هذا الطريق، الطريق وحده، رغم ان الطريق هو ملك جميع السائرين فيه. في هذه الحالتين لابد في النهايه ان تؤدي الى حوادث. ربنا ينجينا من الحوادث. فاحنا عايزين الناس اللي على الطريق بتاع بكره تبقى شايفه كويس وتبقى فاهمه ان مش هي لوحدها على الطريق. بس لو كده بس الاول نتفق انا وانت. لا نتفق كلنا مين؟ لا مش انا وانت، انا معك ما انا ما عارف. لا لا ما انا اقول نتفق كلنا نتفق يعني انا وانت كناس يعني ان احنا مش فاهمين. ما انا عشان نفهم ما هو المشكله بقى تانية. اضيف لسيادتك يعني من الشعر بيتا انه المشكله ان انت فاهم، حاسس انك انت فاهم كل حاجه، نعمل لك ايه بقى؟ ما هو شوف خلينا نتفق على حاجة تانية. يعني انت بدأت بان احنا ينبغي ان نتفق. احد الاشياء اللي مخلينا مش متفقين هو انه في مفاهيم عندنا ما احناش مدققينا، مش مدق يعني ما احناش عارفين معانيها كويس. طيب انا عايز احكي حكاية صغيرة خالص لو سمحت لي. في سنة 2001 في 11 سبتمبر طبعا كان في حدث من اهم الحوادث اللي حصلت في القرن اللي فات وما زال لحد دلوقتي اثاره حصل طبعا. هل هناك من يشكك في ان الولايات المتحده الامريكيه هي الدوله الاعظم والاقوى في العالم؟ لا احد يستطيع ان يشكك في هذا حتى يعني هذه الاعظم دي فيها كلام، انما الاقوى على الاقل الاقوى على الاقل هذه الدوله الاقوى ضربت في عقر دارها تمام اقتصاديا، يعني انضرب مش بس البرجين، الناس ناسيه، انضرب البرجين وانضرب البنتاغون كمان، يعني طيارات ثالثه وقعت على البنتاغون. مهزله. الذي خطط لهذه العمليات العقل المدبر اسمه خالد شيخ محمد. قبل اسبوعين او 10 ايام لقينا انه في لجنه مشكله. المعلومات دي احنا متاكدين منها خلاص. على الاقل خلينا نقول انه المعلن الارجح المعلن ان العقل المدبر هو خالد شيخ محمد. قبل 10 ايام كان هناك لجنه من الجهة الممثلة للمواطنين، الكونجرس الأمريكي أو المجلس الشيوخ تحديدا، كويس، طلعت تقرير بتقول في هذا التقرير الآتي، بتنتقد جهاز أكبر جهاز مخابرات في العالم لأن رجاله صفعوا خالد شيخ محمد بالألم رغم أن القانون لا يعطيهم هذا الحق. ما حدش، ما سمعناش بعدها بعد هذا التقييم صدى، ما سمعناش حد بيقول انه دول عايزين يهدموا الدوله، دول بينتقدوا جهاز سيادي، دول عايزين الارهاب، هو اللي دول ارهابيين او هم متحيزين الارهاب. 60 في 70 شفت ازاي؟ رغم مره تانية الحادث الذي جرى في 11 سبتمبر حدث ضخم مما لا شك فيه. الراجل ضربوه بالقلم، ضربوه بالقلم. التقرير كان بيتكلم على نقطة تانية كمان، التقرير الذي صدر كان يتناول تفصيلا ما جرى من معاملة مع 119 معتقل.
119 لا و 119 قال لك غرقوه في الميه 183 ميه مره. أيوه خلي بالك 119 فقط بالملي، مش مش الاف ولا كلام بند، 119. وال 119 في التقرير قال انه فلان تعرض لكذا وهذا لا يسمح به القانون، وفلان تعرض لكذا وهذا لا يسمح به القانون، ما حدش قال له ده في ارهاب يا استاذ ايمن. مكتوب يعني هم لما عذبوه مره في الميه كتبوه بالظبط، كله مسجل. بالظبط كده، كله متسجل، وعلى اي حال كله متسجل يوم القيامه، يعني حتى اللي ما بيكتبش في الورق مكتوب يعني عند ربنا. لا يضل ربي ولا ينسى، بالظبط كده، احصاه الله ونسوه. فاحنا اهم حاجه نتفق عليها هو انه عندما نجلس لنتناقش طيب او ننتقد طيب، هذا لا يعني بحال من الاحوال ان احنا عايزين نهدم الدوله، هذا طيب كلام ملوش معنى على الاطلاق. تمام، لابد ان نفهم انه الذين يركبون مركب واحده من مصلحتهم جميعا ان يصلوا الى الشاطئ الاخر طبعا، وبالتالي من حقهم جميعا ان يعني يقولوا ارائهم ويقولوا والله يعني ده احنا كده ماشيين صح، كده ماشيين غلط، او يطمئنوا الى القياده كي يطمئنوا. هذا من حق الجميع، وفي الدنيا كلها في العالم الذي تقدم واللي بقى دولة قو يعني إذا احنا الناس بيتكلموا على الدولة، هكذا تصبح الدول القوية قوية. ازاي؟ باللي احنا اتفرجنا عليه في قاعة مجلس الشيوخ الامريكي قبل اسبوعين بمنتهى الوضوح. هذا الكلام لو اتفقنا عليه الناس مش هتخلق مع بعض في الطريق، ومش هيبقى فيه شبورة. ليه بقى؟ لان فيه شفافية. طيب زي ما انت تفضلت، ال 119 كل واحد عارف حصل معاه ايه، مكتوب، مفيش ضباب، مفيش شبوه، كل حاجه واضحه. للاسف ده مش حاصل. طيب المفاهيم كمان مختلطه للغايه. مثلا بدايه اول مفهوم بيتم او اول لافته يتم رفعها امام الجميع، احنا عايزين نحافظ على الدوله. طب يا سيدي ما كويس، احنا الاول نتفق يعني ايه دوله الاول. من الذي قال انه لما نيجي نتكلم عن نظام سياسي معناه ان احنا بنتكلم عن دولة، او معناه ان في حد عايز يسقط الدولة؟ الدولة في التعريفات السياسية لها اربع عناصر: اقليم جغرافي معين، وشعب مواطنين يعيشون على هذا الاقليم، وجماعة سياسية حاكمة او يعني تنظيم سياسي حاكم، وسيادة. التنظيم اللي بيحكم هو بيدير العلاقات بين المواطنين وعلاقات الارض على هذا الاقليم. ازاي؟ الدولة الحديثة بتدير هذا بطريقة عقد اجتماعي اللي هو اسمه الدستور. في الدول اللي قبل اختراع الدساتير كانت بتديره بالعرف، يعني هناك أعراف، حتى هذه اللحظة هناك أعراف، هو قانون، هو يعتبر عرف، هو اللي بيدير هذا الكلام. الدولة تظل قائمة. مش معنى أن نظاما يتغير أو يسقط أن الدولة بتسقط. هل نظام الملك فاروق هو نظام عبد الناصر؟ لا بالظبط، لكن الدولة المصرية استمرت. هي الدولة يعني مفيش حاجة اسمها فين؟ مفيش حاجة اسمها انت ما بتغير النظام انت بتسقط الدولة. هذا كلام غريب جدا. في 52 جاءت ثورة 52 اسقطت النظام، تمام، الدولة استمرت. انور السادات هكذا وهكذا. انور السادات لم يكن نظام انور السادات هو نظام عبد الناصر خالص. نظام انور السادات الانفتاحي الامريكي لم يكن نظام عبد الناصر الاشتراكي العروبي طبعاً. مثلا يعني حتى اسم الدوله نفسه تغير، لكن الدوله لم استمرت، لان الدوله مره اخرى اقليم ومواطنين على هذا الاقليم وعلاقات بتنظم ده. لو احنا ادركنا ده مش هنلاقي كل شويه ناس تخبط في الحيطه. كويس كويس، هذه المسائل البسيطه فقط لا غير ينبغي ان احنا ندركها. وعليه المعارضه، لا دولة قوية بدون معارضة قوية، ده من كل يعني حكم التاريخ هكذا. الذي يتحسس من المعارضة او الذي يتحدث، اسال بس سؤال عشان بس المواطن اللي بيشوفنا. احنا انا بتكلم بمنتهى البساطة، ببساطة جدا جدا يعني اسال سؤال. هل هذا امر استقرت عليه الدول ام هي وجهات نظر؟ طبعا أنا كويس. يعني لا ده سؤال مهم جدا. كويس، ده سؤال يعني مهم. هل استقرت الدول لانه الدولة من غير معارضة يبقى عندها مشكلة؟ هقول لك. طب اتفضل. في الواقع الامر عشان ما نتوهش، طيب احنا تعالى نشوف. زي كل شيء في الدنيا، زي ما بنقول طوق هنا فيها ضباب فبيحصل حوادث، في طوق تانية فيها ضباب بيحصلش حوادث. طيب ليه؟ تعالى نسال نفسنا. عشان النظام باختصار هو الطريق طريق، والسيارات سيارات،
وماركات العربيات نفسها، يعني العربيات اللي بتسير في طرق المصريه هي العربيات اللي بتسير في طرق تانية. تمام. لكن النظام ما معنى ذلك؟ سؤال حضرتك سؤال في منتهى الاهميه، هل كل الدول استقرت على هذا؟ نعم. الاجابه هناك دول استقرت على هذا فاصبحت دول قويه، وهناك دول حتى الان لم تصل الى هذا فهي دول ضعيفه. تعالى يعني نتذكر برضو حوادث عشان نبقى ما بين مش احنا يعني نقرا الكتاب. اديني امثله نقرب المسافات شويه. امثله نقرب المسافات ببساطه خالص. طيب. في الستينيات من القرن الماضي كان هناك قوتين عظميين، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه او الغرب والشرق. الذي جرى انه مش خطا في الفلسفه، يعني ما حدش يقول انا ما بقولش ان استمر في نفس سياسات صدام حسين، دي نقطة مهمة للغاية. عندما يستمر الاستبداد حتى لو تغيرت القبعات ده نأتي بنتيجة. في النهاية النتيجة تكون هي هي بالضبط. أسوأ كمان. المجتمع زي العراق مجتمع متعدد الطوائف ومتعدد الملل ومتعدد في كل شيء. ببساطة الدولة الناجحة هي التي تنجح في إدارة التنوع. التي تفهم أن التنوع ثراء. الولايات المتحدة الأمريكية لو بها حتى الآن أمريكيين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية، بيتكلموا أسباني مثلا الهسبانيك وما إلى هذا. لكن الولايات المتحدة الأمريكية النظام الحر، مش بتكلمش على أمريكا، أمريكا أنا ليها تحفظات كثيرة على سياسيتها الخارجية، لكن أنا بتكلم على عندما يكون النظام قائم على الديمقراطية وعلى الحرية وعلى احترام المواطنين ويدير التنوع بين مواطنيه يكون نظام قوي وتكون هناك دولة قوية. طيب. لكن النظام الذي يقمع جزءا من مواطنيه أيا ما كان هذا الجزء، طيب، لابد أن تتحول إلى دولة فاشلة. طيب. ده كلام مهم جدا، أظن وضحت الصورة لحضراتكم. الأستاذ أيمن السيد النهاردة متألق جدا خالص، يعني لأنه بيقول كلام مهم جدا بأمثلة. استقر في الآخر أنه الدولة اللي عايزة تكبر تعمل النظام ده اللي ناس قبلنا عملوه، مش هنخترع بقى خلاص، هو في أنظمة. عايز تمشي في سكة تانية، عايزة تمشي في السكة التانية اللي هي سكة اللي يروح ما يرجعش. وما عندناش احنا فرصة نمشي في السكة دي، هي دي النقطة الأساسية. ما عندناش، هذا هو المحك، ما عندناش رفاهية. ليس لدينا رفاهية، لسنا مثلا دولة بقوة الاتحاد السوفيتي الذي كان خبطة لكي نتحمل مثل هذه الخبطات. احنا مستويين على الإطلاق. وبالتالي لابد أن ندرك ماذا يتطلبه منا المستقبل، ولابد أن ندرك ما معنى أننا الآن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. لا يمكن على الإطلاق أن نعتمد أساليب نستوردها من الستينيات من القرن الماضي وثبت فشلها خلاص. هل هذه الأساليب الموجودة حاليا هي اللي عاملة الخشونة في الحياة؟ طبعا عاملة الخشونة. طبعا طبعا. يعني مثلا هناك حديث متواتر كثير جدا فيه جزء من الصحة عن انه اصل ما فيش حياة سياسية. احد المسؤولين دون ذكر اسماء صرح بشكل علني انه احنا من اصل الانتخابات، يعني عن اعرب عن قلقه من الانتخابات البرلمانية لان الانتخابات هتأتي بالاخوان المسلمين. بغض النظر عن ان هذا التصريح يشكك في شرعية النظام مباشرة، لانه لو كانت الانتخابات ستأتي بالإخوان المسلمين إذا أنت قاعد ليه؟ يبقى خلاص يجوا الإخوان المسلمين. يعني إذا أنت تتحدث عن نظام ديمقراطي وإذا كان الشعب حقيقة، إذا كان الشعب يختار الإخوان المسلمين فليأتي الإخوان المسلمين، يعني ويبقى أنت بتشكك في شرعية كل حاجة. لكن القصة مش كده، القصة الأهم من هذا هو أنه عندما تتحدث عن الأحزاب وتقول الأحزاب ضعيفة، ما عندناش حزب، ما عندناش سياسيين، هذا الكلام لابد ان الجمله تكمل. لماذا مثلا اذا كان الشاي ده بارد، ليه الشاي بارد؟ ما ينفعش اقول الشاي بارد وخلاص. لا، شاي بارد علشان هو معمول من فتره طويله مثلا. يعني هناك اسباب. لماذا ليس لدينا حياه سياسيه سليمه؟ لانه ببساطه النظام الذي كان قائما على مدى 30 عاما وحتى ما قبل ذلك كان نظاما لا يمكن أن ينتج حياة سياسية سليمة، ولا يمكن أن ينتج أحزابا حقيقية. وهو كان لا يريد أن ينتج. طبعا. يعني هو مش لا يمكن أن ينتج. لا، ما هو يعني ما هو مش عايز. عنده خلق مثلا. لا لا لا، هو لا هو يريد مش عايز. أن ينتج. وبالتالي هو تمام كده. لأنه إيه، عرف أو هو أدرك أو تعامل مع الحياة إنه ماشي في السكة لوحده. بالظبط كده. بس كده. بالظبط كده. فخبط في 600 بقى أوتوبيس. أهم حاجة مش بيتاخد البال منها إيه؟
انك انت عندما تصادر الحياة السياسية تخلي الساحة مباشرة للآخرين. ما معنى الآخرين؟ عندما لا يكون هناك سياسة يكون هناك دين، هذه قاعدة. لا يعني ما هكذا التاريخ كله. إيه اللي حصل على مدى 30 سنة اللي فاتوا؟ كان التنظيمات القوية الوحيدة هي التنظيمات ذات الطابع الديني. بمعنى بعد 25 يناير عندما جرى إلغاء لجنة الأحزاب وجرى فتح باب تشكيل الأحزاب بالإختار، أول حزب جرى إشهاره حزب يرفع، حزب سلفي نور. تاني حزب الحرية والعدالة. الحرية والعدالة ده اللي أي مراقب بيدرس لازم يبقى عارف لماذا هذه الأحزاب كانت جاهزة، اشمعنى هذه الجماعات، هي ما كانتش أحزاب، لماذا هذه الجماعات كانت جاهزة ولم تكن هناك جماعات أخرى جاهزة؟ مش ده سؤال لابد أن نجيب عنه. الآن أيضا مرة أخرى، إذا يعني ما يجري الآن هو أيضا يعمل على تكفيف الحياة السياسية مرة أخرى، وبالتالي يصبح المجال خاويا تماما لنفس المسألة. كويس بقى نسأل بقى، يبقى يعني ما يجري الآن يعمل على تجفيف الحياة السياسية طبعاً مرة أخرى. طبعاً أنا عندنا سؤالين لسيادتك، كيف بس أكتر من كده إزاي بيحصل ده؟ أقول لك اللي بيجرى وليه بيعمل على تجفيف، عايزين إيه يعني؟ هقول لك يا سيدي بس بعد الفاصل بقى. طيب بعد الفاصل. حاضر. طيب اهلا وسهلا بحضرتكم مره اخرى وبكاتبنا الكبير العزيز الغالي الاستاذ ايمن الصياد. كنا بنتكلم بقى في ليه كده وهنعمل ايه بقى، ليه الركب خشنه وهنعمل ايه بقى؟ طيب يعني سبب الخشونه عشان نزيله ونبقى الاسوء والامور ايه، تبقى الامور كده لطيفه والدنيا ايه بتقول هنبدا حياه جديده نقعد فيها 20 سنه 50 سنه 90 سنه مش مشكله بس نبدا. كويس. اول ما هو مطلوب هو أن ندرك أن دولة في النصف أو في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين لابد أن تعيش حقائق هذا العصر، هذا بداية. طيب لا يمكن على الإطلاق أنه ممكن أنا وأنت يبقى عندنا نوستالجيا ونقعد نقول يا سلام فين أيام كذا كذا، ده موضوع تاني وإحنا قاعدين على القهوة، لكن في نظم الحكم وفي السياسة مفيش حاجة اسمها كده، هناك حقائق عصر لابد أن تعيش حقائق العصر هذه. بمعنى طيب حقائق العصر دي تقول بمنتهى الوضوح طيب أنه لم يعد هناك مجال لدولة تأخذ مكانها في هذا العصر الحديث إلا بأن تكون دولة ديمقراطية، ديمقراطية حقيقية وليس لافتات. إحنا عدنا 30 سنة وزير الإعلام بيقول مصر واحد الديمقراطية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول انه كان لازم النظام يتغير من 15 سنة وفي الصين كان بيتكلم على 30 سنة. اذا لم تكن مصر هكذا على الاقل. طيب لما احنا نكون شايفين ان هناك نظام اودى بمصر الى ما ذهبت اليه يصبح من الحمق ان نعيد تكرار النظام مرة أخرى. أخذها في الاعتبار، ودي أهم نقطة، القصة ليست قصة أسماء أو أفراد. مسألة مش اسم محمد حسني مبارك ولا أحمد عز. يعني مثلا الضجة الثائرة الحالية حوالين أحمد عز قادم، لا أحمد عز هنمنعه من القدوم. افترض أن أحمد عز لم يظهر، هل معنى هذا أنه اللي هيأتي محله نظام جديد؟ مش بالضرورة، لأن القضية ليست أسماء مرة أخرى، القضية قضية نظام، قضية دستور يعني يحترم أو لا يحترم. إن إحنا بنعود هذا ده يعني كلام صحيح، ده كلام صحيح، بس حكاية الانطباعات دي بيستخدمها بتوع الإعلانات عشان يبيعوا سلعة للناس. ببساطة ممكن يجيب نفس الشاي وبدل ما يحطه في علبة عليها لوجو كذا يحطه في علبة عليها لوجو تاني، لكن هو نفس الشاي. هذا هو الخطر الذي يجب أن ننتبه إليه. هناك نظام، مثلا
تعالى ما نيجي نتكلم عن نظام. يعني ايه نظام؟ هنتكلم عن نظام فيه حاجتين لابد ان احنا ننتبه له. واحد، احنا اتفقنا النظام مش الدوله، خلاص قلنا كده بوضوح في الجزء الاولاني، قلنا ان الدوله بقيه حتى لو تغير النظام الملكي، النظام الجمهوري هي دوله موجوده ملهاش دعوه. فاذا النظام حاجتين، واحد نظام سياسي، هل هو ديمقراطي، هل هو غير، هل هو شمولي، هل هو نظام رأسمالي، نظام اشتراكي، ده معنى الاولاني للنظام اللي هو طبيعته السياسيه والاقتصاديه. طيب وهناك نقطه اخرى بقى، طيب باهميتها بالضبط، ثقافه النظام. بمعنى في حكايه برضه سريعه بس انا بحكيها كتير لانها مهمه للغايه. طيب كان في ايام الرئيس مبارك ما كان موجود في الحكم، كان بيفتتح جسر كوبري على نهر النيل في صعيد مصر في مكان واسع جدا على النهر. كان هو موجود ومعه مجموعه من وزرائه. الذي جرى انه بيسال، ومن حقه يعني يسال كرئيس الجمهوريه، بيسال لماذا بتعملوا الكوبري هنا؟ ليه مش هنا؟ احد الوزراء الموجودين جنبه قال له نعمله هنا يا رئيس مباشره. كان الكوبري ده مش بتعمله دراسات وحركه وكل هذا الكلام. ده ما اللي بنقصده لما بنيجي نتكلم عن ثقافه نظام، ثقافه نظام ابوي، بمعنى انه ثقافه نظام تحكمها توجيهات السيد الرئيس وليس المعلومات والعلم وما الى هذا. ثقافه نظام تخاصم الشفافيه، احنا كنا بنتكلم على الشبوره، الشبوره عكس الشفافيه. هناك نظام يتسم بالشفافيه، هناك نظام اليوم وانا جاي وانا يعني قادم اليك كان فيه في الاذاعه برنامج فيه مداخلات من المستمعين، احد المستمعين بتساله المذيعة بتقول له ماذا تامل في 2015؟ فهو بيقول لها احنا والله عايزين مصر تبقى ماشيه كويس، تبقى بلد كويس. مباشره اجابته لا، ده مش شغلك ولا شغلنا. احنا عندنا قياده سياسيه هي اللي لها الموضوع ده، احنا مالناش دعوه. يا حلاوه، هذا هذه هي الثقافه. النظام الذي كان قائما، خليك بقى كل واشرب واقعد بالظبط كده، انت مالكش دعوه. هذا النظام لا يؤدي الى شيء ببساطه، لا يؤدي الى مصيبه. طبعا يؤدي، ما هو ايمن بقول له يعني ما هو لا يؤدي الى شيء، يؤدي الى الفراغ. لا بيؤدي لمصيبه مش لما نكون احنا قدامنا تحديات اقتصاديه مثلا، نعم، وامامنا تحديات، امامنا تحديات في المنطقه كلها، لا يمكن على الاطلاق ان تواجه هذا التحديات الا اذا كان هناك جبهه داخليه قويه. لا يمكن تكون جبهه داخليه قويه الا اذا كانت الناس مقتنعه باللي بتعمله، واذا كان هناك مجال انها تقول رايها. طيب خلينا عشان الوقت ما بالضبط دلوقتي هذا هو ما يحدث. اي الخشونه في يعني ربما تكون في مكاتب بعض المسؤولين، ربما تكون في عقول بعض المسؤولين موجودة عند الناس كمان، وطبعا في الفكر السائد عند الناس طبعا في تعاملاتهم اليومية. أيوه. طيب من المسؤول؟ الإعلام. عن أنا إعلامي يعني ما قلتش حاجة، أنا راجل صحفي. لكن من المسؤول؟ لابد أن احنا ما يعني لا يعني الاعلام هيغير سياسه الدوله يا سيد. لا انت بتكلمني من المسؤول عن ايه؟ ما انت ما كملتش السؤال. طب كمل سؤالك. من المسؤول عن ايه؟ عن الخروج من هذا المازق. اوكي ماشي، ده يعني موضوع ثاني. حتى من المسؤول عن الناس، الناس هم كمان عندهم خشونه. اللي حاصل ان احنا ما عندناش شفافيه، عندنا ضباب زي كويس. ما كان السادات بيقول فعندنا ضباب مش شايفين حاجه. طب مين المسؤول ان يكشف عنا هذا الضباب؟ طيب يعني انا كمواطن دلوقتي، المذيعه قالت لي مالكش دعوه. لا طبعا ده كلام فاضي، انا ليا دعوه، بس اعمل ايه؟ هتخليني يعني اقول حاجات ما كانش الواحد حابب يقولها، لكن لا مثلا انا احبك انا هقول لك يا سيدي. مره اخرى، النظم الحديثه التي تصنع دولا قويه بتتمتع بمجموعه من السمات، منها زي ما اتفقنا الشفافيه. في الجزئيه اللي انت بتتكلم عنها دي مثلا برضه في حدث واقعه حقيقيه. طيب انه اليونسكو دي منظمه لا تعمل بالسياسه، لا دي منظمه اثار وحاجات يعني مش بنتكلم على هيومن رايتس ووش اللي احنا قعدنا نقول ده جزء من المؤامره الامريكيه، وطلع في الاخر هي مثلا لما طلع التقرير الامريكي، لما تطلع تقرير حلو بقى نقول لك بالظبط كده. فالمهم حاجه لكوميدي جدا، نحن الان نتحدث عن اليونسكو. طيب اليونسكو كانت وقعت مذكره تفاهم مع الحكومه المصريه في عهد الرئيس عدلي منصور، مش في عهد الرئيس محمد موسي وانما في عهد الرئيس عدلي منصور، ذكرت تفاهم بموجبها ستعطي منحه ضخم، اضخم منحه تعطيها اليونسكو لدوله. لماذا؟
لتدريب موظف الدولة مش حد تاني على المعلومات، قيمة المعلومات وتداول المعلومات، إزاي ممكن يبقى تداول المعلومات بشكل آمن للدولة وما إلى هذا. الذي جرى أنه من أشهر قليلة الممثل المقيم لليونسكو تلقى خطابا من الوزارة المختصة بتعتزف عن قبول المنحة، رغما عشان بس يبقى واضح من الذي سيدير المنحة؟ الدولة، الحكومة، مش حد تاني. يعني ما فيش شبهات مثلا انه هتتسرب الى ما عارفش ايه، لكن ببساطة لا يوجد اصلا في الثقافة احترام او ادراك لان المعلومات حق لكل مواطن اللي هو منصوص عليه في الدستور. ايوه، يعني السيد لانه ببساطة السيد المسؤول ده لما رفض المنحة دي قال ايه مبرراته؟ يعني ايه اسبابه؟ يعني الأسباب المكتوبة في الخطاب أم الأسباب؟ ما هو في النهاية هناك سيادة للدولة، تقبل أو لا تقبل ما تشاء، مش محتاج أذكر أسباب، لكن هي الأسباب في حقيقة الأمر. ونحن مع سيادة الدولة، بس تقول لنا عملت كده ليه؟ ما هي قالت لنا أصلا أن كان في حاجة، لا ما قالتش، ما صحت، هم خدوها ورفضوها من بالزبط عندهم. بالضبط، يعني اللي بيعرف ده الناس اللي يعني لها علاقات بمنظمات دولية، لها علاقات حاجة كده. لكن في النهاية هي أنا القصة دي بس تشير إلى إيه؟ طيب، إنه لا يوجد حقيقة رغبة، هناك اعتقاد بأنه السرية والتكتم هما اللي ممكن يعملوا دولة قوية. ده في الثقافة، مش بقول لك المشكلة، مشكلة الثقافة. المسألة دي مش بس في قيادات عليا، يعني لو الحد من اللي بيشتغلوا معاك في وحدة محلية في مركز معرفش ايه كان موظف عايز منه معلومة عشان بيعمل شغله بتاع البرنامج، الموظف الشهيدة يديله المعلومة، حتى لو كانت المعلومة دي مثلا يا عم انتوا عندكم كام مدرسة ابتدائي؟ مش هقول له عندنا كام مدرسة ابتدائي في الوحدة المحلية، لك تتخيل هذا ليه؟ يعني هناك ثقافة انه كلما كنت سريا كلما كنت اقوى، رغم في العالم كله الوضع مختلف. هناك ثقافة العكس. هناك ثقافة بيحكمها لسه ما زالت احنا عايشين يعني تحت وهم لافتة ممنوع الاقتراب والتصوير، مش مدركين ان في جوجل ايرث وفي ويكيليكس وفي جوس نودن. لهذا السبب أنا قلت في البداية المعيار الأول أن نعيش حقائق هذا العصر، لكن نحن نتصور أن نحن ما زلنا بنعيش العصر اللي كان فيه لو طيب. أنت متذكر النكتة الشهيرة بتاعت المطار السري فده نقول لي بقى يعني أدينا باب الخروج. عز الدين شكري مفتقدين افتقاد فظيع، رغم انسحب من الحياة السياسية. يعني أنا إكراما لعز الدين شكري ونحن يعني في أشد الاشتياق لي الحقيقة. طب أنا على فكرة أنا في نيتي أن أكتب في بداية العام مقال أعنونه باب الخروج إكراما لعز، ده من ناحية طبعا، وعلشان فعلا نحن نحتاج أن احنا نشوف باب الخروج. باب الخروج أنه واحد، ندرك جميعا أن هذه مركب واحد. طيب بالمناسبة مش في مصر بس، وطن عرب كل بالضبط كل المنطقة هي مركب واحدة. طيب وإذا لم ندرك هذا كلنا هنغرق. طيب جميعا دي نقطة في منتهى الأهمية، للأسف ما يعني للأسف الشديد ما زال كتير جدا من الناس، بس مش الأغلبية على فكرة، الأغلبية بلع لسانها، لكن في كتير من اللي بيتكلموا بيعتقدوا أنه لا ينبغي انه احنا والتانيين، لا بغض النظر مين التانيين، عندهم جبل يعصمهم من الماء. ايوه بغض النظر مين التانيين، لا هو هذا لا عصر وطن يعني. واحد، وبالتالي يبقى سبيل الخروج اولا ان ندرك ان هذا هي مركب واحده نركبها جميعا. اثنين، انه لابد ان احنا نعيش حقائق هذا العصر زي ما قلت، ديمقراطيه حقيقيه وحريه حقيقيه. ازاي؟ المساله مش لوغاريتمات، لدينا دستور، هذا الدستور حاز على أغلبية 98 وكسور 95% وكسور، والناس رقصت في الشوارع، والسلطات الحاكمة الآن كانت بتدفع دفعا نحو التصويت بالنعم على هذا الدستور. كويس. والسلطات الحاكمة الآن تباهت بأن لدينا دستورا ليس له مثيل وغير مسبوق. بغض النظر عن حقيقة هذه العبارة، لكن على السلطات الحاكمة التي يعني أشادت بهذا الدستور وتغنت به طويلا وكثيرا أن تنفذه. ليه؟ ف
فقط لغايه تنفذه. ليه؟ مش اكتر من تنفذه عشان مش ده دستور هي العاده. بخلي تنفذه. بالك كويس، بس هو انت كل الحاجات مش اكتر من كده يعني. هو باب الخروج سهل خالص، تفتح الكتاب اللي الناس وافقت عليه تنفذه. طيب ايه اللي يقنعني دي رؤى ده مش ولا دي حقائق مفيش منها مفر؟ لا هناك دستور. انا اذكر الدكتور احمد البرعي، ايوه، وكان وزيرا في الوزاره التاليه الثلاثه سبعة. طبعا كان كنا في يعني في ندوه وكان جالس بجواري، انا كنت بادير الندوه، انا متذكر قال يوميها بالضبط، كنا بنتكلم عن الدساتير، كان مباشره قبل الدستور الجديد ده، كانت ده ندوه بخصوص الدساتير. ذكر عباره في منتهى الاهميه، هو رجل قانون كما تعلم، طبعا استاذ قانون، قال انه لو كان دستور 1971 قد جرى تطبيقه كما هو ما كان الناس احتاجوا الى ان يثوروا على النظام القائم. عشان كده انا بقول للسياسة ما الذي يدفع المسؤول لتطبيق الدستور؟ هو المستفيد الاول. وكثيرا كثيرا يا سيدي يا من سيدي. انتهك الدستور والقى في سلة المهملات. السلطات الحاكمة هي اول المستفيدين من ان تكون الدولة قوية. السلطات الحاكمة هي اول المستفيدين من ازالة اسباب التوتر في المجتمع. السلطات الحاكمة هي أول المستفيدين أن يشعر الناس بالعدالة. عشان كده كانت رقم ثلاثة اللي أقولها لك أنه الكلمة للأسف المكروهة من كل من أدار شؤون هذه الدولة بعد 25 يناير حتى الآن أربع مراحل، العدالة الانتقالية. هناك خمسة تدابير احنا اتكلمنا عنهم هنا في عندك في البرنامج أكثر من مرة. هذه التدابير البعض بيعتقد أنها تعني تعليق مشانق في الشوارع، هذا غير صحيح على الإطلاق، هي ببساطة بالغة للي عايز يعرف أو يتعلم. الناس اللي درسوا عرفوا أنه في هناك أسباب تخرج الناس إلى الشوارع وتجعلهم يتمردون وتجعلهم يلجؤون إلى العنف. هذه الأسباب إذا لم نزلها إلا هيحصل الناس هتنزل الشوارع وتلجأ إلى العنف. تدابير العدالة الانتقالية هي بعد الدراسات جرى اكتشاف أن هناك مجموعة من العلاجات لابد أن تجري علشان تزيل الأسباب التي تدعو الناس إلى التمرد. لكنها لا البساطة. تجري بمنتهى البساطة، لكنها لا تحدث يا أخي. ما هو ما أنا عارف أنها ما أنا عارف ليه؟ على ما احنا بنسأل ليه؟ عشان الشبور. هو أنت سيادتك أشرت عشان الشبور. لا وعشان حاجة تانية. لا طب أنا هقول لك حاجة مهمة جدا. فضل برضو أنا قادم. فضل السؤال. اللي كان معايا في العربية اللي بتاعت القناة قال لي ملحوظة في منتهى الأهمية. كويس. بيقول لي هم طلعوا قانون بيقول ان العربيات الشاحنات والنقل دي ما تمشيش. ما هي موجوده اهي. قال لي بقى حاجه ثانيه مهمه جدا. قال لي هو حضرتك ركبت قبل كده سوقت عربيه نقلت ولا لا؟ قال لي انا سوقت. لما بتسوق عربيه نقل شاحنه كبيره انت بتحس انك انت فوق كل اللي حواليك دول. طبعا. فمش بيفرقوا معاك. لا دول بيبقوا حاجات الكلام اللي قاله البسيط ده في إجابة سؤالك. انت بتسألني بتقول لي طب هو ليه الله 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 ليه وصلنا كده بسرعة يعني؟ لانه ببساطة اذا اعتقدنا ان احنا مش هاممنا عشان احنا راكبين عربية كبيرة ممكن تخبط لكن هي تخليها سليمة يحصل مشاكل اللي احنا بدأنا بيها في الحلقة يحصل حوادث. لابد تاني هذا الطريق طريق الخروج اللي كنا بنقول هو لمصلحة الجميع حاكم ومحكومين. هذه الحقيقة مش مصلحة المحكومين بس لكننا لا الجميع. نسير في اتجاه هذا الباب. طبعا أنا أقدر أقول بمنتهى باختصار بالغ باختصار ما أقوله الآن هو ما كنت أقوله حرفيا وقت أن كان الإخوان المسلمين في الحكم حرفيا. كل ما كنت أطالب به ولم يكن ينفذ هو ما أكتبه الآن حرفيا كل شيء. الإعلام مثلا عندما يتصور أحد أن الإعلام التعباوي هو الإعلام المطلوب يبقى مش لا يعيش عصره على الإطلاق، يعيش عصرا آخر. إخوان المسلمين كانوا بيعتقدوا أنه الإعلام مهمته تربية الناس، هذا هو الإعلام المطلوب. الآن أيضا يعتقد الموجودين في السلطة أن الإعلام المطلوب هو الإعلام التعبوي، شؤون معنوية، تربية الناس، نعرف الناس الصح والغلط. ده كلام إدم
بطل، لم يعد قائما اصلا. لا يدرك حقائق العصر، لا يدرك ان احنا انا وانت عشنا جيل كان عندنا تلفزيون وقت ما حتى عشنا قبل التلفزيون. لما التلفزيون ظهر في 62 كان التلفزيون ابيض واسود، كان في القناه الاولى، القناه الثانيه كانت بتطلع ساعتين، الاولى نفسها كانت بتطلع اول ما ظهر 3 ساعات. هذا الزمن يعني هذا زمان اختلف. لما نيجي النهارده يتقال انه عبد الناصر يحصد عبد الناصر باعلامه، هذا كلام غير مدرك ان ده مش زمان عبد الناصر ولا زمان اعلامه باختصار. فخلاص لابد ان نعيش هذا العصر اللي اعلامه الحقيقي موجود شئنا ام ابينا، ليس له علاقه لا بمسبيو ولا على فكره بالقنوات الخاصه، حتى لو كانت هناك يعني في حلقه من حلقاتك مع احد الضيوف انت كنت جت سيره الاعلام، فانت قلت الاعلام الحكومي، فقال لك لا الاعلام الخاص كمان. يعني رغم اي مكان اي مكان سواء اعلام، في الحالتين هناك اعلام اخص لازم ننتبه له بمعنى ادق. الجمهور تستطيع ان تضحك عليه بعض الوقت، لكن لا يمكن انك تخدعه طيل الوقت، ما ينفعش. في النهاية الحقائق هتبقى موجودة. ليه؟ لأنه هذا عصر السماوات المفتوحة شئنا أم أبينا. الإعلام ما بقتش سماوات، بقت إيه ده؟ بالظبط يعني الحواري بقت داخلة في بعضها، بالظبط يعني كده ممكن تخش في الفيلم زي ما شفنا في من حرم نخش في حرم في أمريكا. لا مبرر إنك أنت تقعد تبحث عن وسيلة يعني عقيمة انك انت تصادر على حرية اعلام، لان هو الاعلام سيظل حرا شئت ام ابيت. حتى لو انت عملت اعلام بتاعك هيبقى في اعلام اخر، هيظل حرا شئت ام ابيت. وحتى لو قفلته بس ما في دول حوالينا في طبيعه كده يعني إيه؟ طبعا انت اكيد طبعا يعني لا قول لي بس في طبيعه ايه بعدين بعد الفاصل. ماشي بعد الفاصل. لكن يعني في طبيعه كده يعني لا ما مش يعني مش كل ما يشعر به المرء يجب ان يقوله، لانه يجب ان تقلت يعني تصدم الناس، ويجب ان تكون رفيقا بالناس، لان الامور زي ما انت بتقول الدنيا ضباب. ما انت شايف ده ايمن ولا ده عالي ولا ده طب استنى انا هقول لك حاجه. طب عظيم جدا جدا. شوف سيدي انت جيت في حته مهمه للغايه. تعال نتساءل، حصل شكوى حقيقيه من المسؤولين اكتر من مره من ما اعتبر انه إعلام تجاوز. مثلا حصل شكاوى في معالجات الإعلام لحوادث حصلت في سواء في الصحراء الغربية أو في سيناء، وحصل يعني في شكاوى من معالجات الإعلام لموضوع 25 يناير وقال لك نتعلم القانون وكل هذا الكلام. طيب مش هو ده الحل؟ إمتى كان مش هيبقى في مشكلة؟ لو كان هناك حرية حقيقية. بمعنى إيه؟ لما مثلا بيجي ناس في القنوات ويقعدوا يتكلموا على ما عنديش اعتراض، لكن يقعدوا مثلا بيعلقوا على حادثة معينة او غيره، طب احنا لازم نضرب بالصواريخ كذا 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 مثلا، بعد حادث الدمياط حصل كلام بالناس، وبعد حادث كتير لازم مش عارف ايه. لما انت بتجيب ناس من نوعية واحدة هيقولوا كلام له نوعية واحدة. هذا الكلام كان ممكن يتقال ما فيهوش مشكلة لو عندك ناس تانية بتقول كلام تاني، وبالتالي يحصل ترشيد. ده حاجة مهزلة. بس هي دي بس الناس يا. لكن لما انت بتاخد من 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 فم واحد فشيء طبيعي جدا انك انت ممكن تلاقي يحصل لك مشاكل مع دول. نعرف ان الناس بتتوجه، ما هو انما الناس دلوقتي بتظبط نفسها لوحدها والمسؤول بيتبسط. ايه المصيبه دي؟ ما هو ايه المصيبه دي؟ خلي بالك يعني ما هو دي الكاسه الثانيه. ما هو يعني شكلها هتكلمنا عن ايه؟ انت مش واخد. يمكن لا يا سيدي لا مش عايز ننسى. انا قلت عايز اقول لك يمكن عن ثقافه نظام. يمكن ثقافه يمكن نترحم على مسبيرو. ما انا بقول لك بالظبط احنا بنتكلم على ثقافه نظام. طيب. ثقافة نظام. طيب. الثقافة دي معناها بتبقى دي ثقافة مش بنتكلم حاجة. أنت كنت وبلغت وأشكرك. فتيجي على كل ربنا يخليك. يعني بلغت وأشكرك شكرا جزيلا. نرجو أن نفكر فيما يعني نسمعه إذا كان لديكم وقت. عشان ضباب بس. انتظرونا عشان الضباب. ده السادات اتشتم شتيم عليها سنة الضباب. أيوه. الله يرحمه. كنا احنا أياميها بقى شباب لسه. يعني يبقى للسادات دائما انه زعيم يعني تقدم واخذ قرارا عظيما. طبعا يبقى للزعماء القرارات العظيمه
خد قرار بحرب اكتوبر المجيده. بعد الفاصل صديقنا وكاتبنا العزيز والغالي والكبير الاستاذ طارق الشناوي. بعد الفاصل. شكرا استاذ.